جديد ديالي هو أغنية أستاذة اسمها أستاذة، صورناها فيديو كليب في مدينة المضياق وفي الشاون، هي من كلمات خالد سلام وتوزيع الفنان الروني. لا لا، أنا ما كنغنيش الواي واي، لا أنا كنغني بوب راي، كنغني الراي والبوب راي. وآخر أغنية هذه للأستاذة أصلا كلام مغربي، يعني ما عندوش علاقة بالراي. نو إيمن سرحاني بعيد عليا، أنا ما لا علاقة السيل ديالي مع إيمن سرحاني حتى حاجة، لا طريقة ديال كتابة كلمات، لا الألحان، لا طريقة الخدمة الأرونجمون يعني في التوزيع الموسيقي، ما لا علاقة أنا لا هو. حتى الطريقة ديال الغناء ديالي في شكل وديالو في شكل، ستيل مبدل مرة. هو الأغاني ديالو واي واي، لأنه أصلا الأغاني اللي وعندو الأغلبية الأغاني ماشي ديالو، معروفين بيهم ومدار كوفر وهادي ونجح بيهم الله يسهل عليه، ولكن دوك الأغاني أصلا واي واي عاودهم. وأنا ما كنعاودش الأغاني، أنا كنتعامل مع كتاب كلمات مع ملحنين اللي كيكتبوا لي أغنية دي إما ديال الراي إما مغربية كتكون شبابية. مغربي ملي مغربي كان كيعجبني الدوزي ملي كان صغير، وانا صغير كيعجبني نشوفو هادي كيعجبني كيفاش كيغني. كنخرج انا الزنقة نبغي ندير بحالو ونقول لوالدة تشري لي هاديك الصالوبيت وهادي، ونخرج انا انا واحد واحد كيعجبني الدوزي بزاف ملي كنت صغير. يعني كنا ديك الجيرانسون هادي كان يلا بدا يبان الراي، دري صغير كيغني الراي وهادي. حاتم عمور، حاتم عمور العلاقة ديالي كانت تراسل معاه، تلاقيته شي جوج الخطرات، إنسان طيب كيكبر بالفنانة اللي هما غاتا هما كيشجعهم، إلا صيفتي له ميساج ولا احتاجتيه في شي حاجة يجاوبك يعطيك نصيحة. مكدبش عليك يعني أنا عندي عزيز بزاف وكنوجه له التحية. نعم لان حاتم عمر هو اول واحد بعد عرفناه كما الاول، وسعد المجرد من اللي خرج عاوتاني دار ما شاء الله اللي حق كل واحد والطريق ديالو. انا رايي الشخصي كل واحد والطريق ديالو، كل واحد والستيل ديالو. حاتم عمر بشكل حاتم عمر اول وقيل من الاوائل ولا اول واحد اللي دار الاغنيه المغربيه الشبابيه بهذه الطريقه هذه. وسعد المجرد عاوتاني دار واحد ستيل ديالو بوحدو اللي هو ملي كان خرج بسرينا انت باغي واحد وهدي، غير شنو الفرق اللي بيناتهم هو ان سعد المجرد هو اول واحد وصل اغنيه الشبابيه المغربيه خارج البلاد بزاف يعني. ولكن حاتم عمر فنان كبير بزاف، وانا شخصيا كيعجبني حاتم عمر. علاش ما بينتيش الزوجه ديالك؟ الزوجة ديالي ما بينتش لان مطالب منها، هي طلبت مني انني ما نبيناش، يعني انا كنحترم الراي ديالها وما كانش زعما انا قصدي انني ما نبيناش ولا شي حاجه، كان طلب منها ونفذت له الطلب ديالها. مغربيه اول حاجه تحط طنجه ومراها كتجي الرجاء والوداد. بزوج لا بزوج، الا كانوا بزوج لاعبين هي خايبه صعيبه القضيه ديك الساعه، يعني فرق كبيره شرفتنا شرفت المغرب كامل شرفت افريقيا شرفت العالم العربي نورمال. واتحاد طنجه لان طنجه يعني المدينه ديالي. برشلونه فيسكا بارسا انا مع برشلونه. كاينه واحد الاغنيه اللي سميتها الروبلا، الصيف ديال الصيف، اغنيه ديال صيفيه ديال الصيف، كلمات الفنان خالد خروبي والموزع الخطير حكيم خيايطه. ان شاء الله غادي نسطر هذا الفيديو كليب مرة رمضان ان شاء الله، بشي شهر مرة رمضان ان شاء الله نخرج هذا الفيديو كليب. غادي نصوره في اليونان في مصر
في اسطنبول في تركيا، ندير واحد الجولة هكذا، لقطات من هنا لقطات من هنا، ان شاء الله غادي ان شاء الله نتمنى يعجب الجمهور الكريم. ليسونسيال عشقك مازال توجور شاد في هضرتي، انا جامي تحت لي في البال، ندير واحدة اخرى وننساك انتي. ليسونسيال عشقك مازال توجور شاد في هضرتي، انا جامي تحت لي في البال، ندير واحدة اخرى وننساك انتي. Merci.